مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في قناة يرغول. في شرحنا لليوم عن طريقة تصدير الصور إلى مواقع التواصل الاجتماعي أو مواقع الإنترنت بشكل عام في برنامج أدوبي فوتوشوب. إحنا اليوم راح نحكي عن الطريقة الصحيحة، مش طريقة إني أنا أعمل سيف أز جيبك أو إكسبورت جيبك وخلصنا، لا، هاي الطريقة جدا جدا مهمة للناس اللي بتشتغل في موضوع الأونلاين. إنه أنا ديزاينر بشتغل شغلي كله عم بيطلع على السوشيال ميديا أو بيطلع للويب سايت لمواقع الإنترنت. خلينا نشوف مع بعض كيف. في عنا هون بداية برنامج الأدوبي فوتوشوب CC 2019، هي طريقة صالحة لأي إصدار سواء كان القديم أو إن شاء الله اللي حيجي في المستقبل. بدنا نشوف طريقة التصدير. أنا هون عندي ديزاين معين أو صورة معينة، بعد ما خلصنا منها أو خلصنا من أجت الموافقة على الديزاين، كيف بدي أنا أصدره أو كيف هو بده يطلع للسوشيال ميديا بالريزوليوشن الصحيح أو إلى المواقع الإنترنت بالريزوليوشن الصحيح. لأنه ممكن أنت تعمل إكسبورت سواء كان من الفوتوشوب أو من الإلستريتر ويظهر لك بشكل مكسر أو بشكل مبكسل. فخلينا نشوف مع بعض. في إيش عنا هون بالفوتوشوب بسموه Save for Web. نشوف من وين من نقدر نجيب Save for Web. رحت على فايل، بروح على Export، راح أعمل هون عندي إشي اسمه Save for Web أو الاختصار تاعه اللي هو Command Shift حرف الاس، أو على الويندوز أو على أجهزة البي سي اللي هو اختصاره بكون Control Shift Alt S. فاحنا هون انا بستخدم جهاز الماك، فحنضغط كوماند الت شيفت اس ظهر لي. نشوف مع بعض الاوبشنز اللي فيه او السيتنجز. جدا رائع وجدا سهل، وتحكمات يعني انت بتتحكم براحتك بالشكل اللي بيناسبك او في الطريقة اللي بتناسبك او حسب المطلوب منك. انا عندي هون بدي اختار الفورمات تاعها، دائما بكون اما جي بي جي او جيف او بي ان جي. خلينا نختار الجيبك مع بعض. هون بتحكم في الكواليتي زي ما بدي. الكواليتي بخصوص شو الكواليتي؟ ممكن انت يكون مطلوب منك حجم سايز معين، يعني انا هون عندي 60% طالع 74. هاي اللي بيشتغل في الويب سايت ممكن يطلب منك يقول لك لا انا بديها تكون ما تتجاوز 70 كيلو بايت او 100 كيلو بايت حسب. احنا بنخليها لا مبدئيا للسوشيال ميديا على اعلى كواليتي، ما في مشكله شو ما كان الكواليتي لازم يكون. عندي هون صار عندي الكواليتي 200 مش مشكله. فهاي هي السيتنجز تاعونه. هون بقدر اتحكم بالسايز اذا بدي اكبر اصغر اضغط حسب شو انت الاكسبورت تاعك. فقط هاي هي الطريقة الصحيحة. وهون بقدر اعمل سيف باسم معين او بالاسم اللي بدي اياه او في المكان اللي بدي اياه. هاي يا شباب كانت اليوم طريقتنا السريعة والسهلة في شرح الطريقة الصحيحة للتحويل او تصدير صورة لمواقع التواصل الاجتماعي او مواقع الانترنت بشكل عام. شكرا للمتابعة ونتمنى الاشتراك بالقناة.